العلماء ورثة الأنبياء، لأن هذه الأمة لا نبي فيها بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. فمن يرشد الناس؟ من يهدي الناس؟ من يبين لهم دينهم؟ من يتحمل مسؤولية فيهم؟ إذا كان الإمام بعد الفاتحة لا يعطينا فرصة لقراءتها، فهل نستمر على ذلك بدون قراءتها أم نقرأها في السر؟ اقرأوها في سكتات الإمام مهما أمكنكم ذلك، هذا إذا جهر الإمام، ولا تقرأ والإمام يقرأ جهرا. أما في صلاة السر اقرأوها، لا مانع من ذلك، يجب عليكم قراءتها في صلاة السر. أما صلاة الجهر إذا جهر الإمام، الله جل وعلا يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نزلت هذه الآية في الصلاة. فإذا لم تتمكن من قراءتها بسبب جهر الإمام ولا يترك لك فرصة، أو جئت متأخرا عند الركوع، فإنها تسقط عنك قراءة الفاتحة.